أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: رجل سافر قادما إلى الرياض من بلده. نعم. رجل سافر قادما إلى الرياض من بلده يسأل: هل يصلح أن أصلي في البيت مع أن له أخوال وأخوات في الرياض يكون نازلا عندهم؟ يسمع الأذان يصلي مع المسلمين، لا يسع المسلم وهو يسمع الأذان قريبا منه إلا أن يصلي مع المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، سواء كان مسافرا أو غير مسافر، ما يصلي منفرد والمسجد قريب منه ويسمع الأذان، يذهب ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة. نعم.